السلام عليكم ورحمة الله. حلقتنا النهاردة هتكون حلقة مميزة لأننا هنتطرق فيها لمعركة من أهم معارك التاريخ الإسلامي، معركة وادي المخازن أو معركة القصر الكبير أو معركة الملوك الثلاثة. كلها ألقاب وكلها مسميات لنفس المعركة قدر فيها المسلمين أنهم يحققوا أروع وأقوى انتصار على عدوين. عدو صليبي غاشم كان طمعان في أرضنا وثرواتنا، أما العدو الثاني فكان عدو داخلي مننا من المسلمين. ومع الأسف ودايما بنقول وبنكرر أن أعداء الأمة دايما بيكون ليهم أعوان من الداخل، بيبيعوا الغالب الرخيص، باعوا الدين وباعوا أهلهم وناسهم وعرضهم من أجل الكرسي والملك. يا ترى إيه حكاية المعركة دي وإزاي انتصر فيها المسلمين وإيه كان مصير الخاين والخيانة؟ وهل يا ترى العثمانيين والجزائريين كان ليهم دور في المعركة دي؟ ده اللي هنعرفه النهاردة، علشان كده عايزك تركز معايا ويلا بينا نعرف تفاصيل الحكاية. أهلا بكم. في القرن الـ16 كان السعديين بيحكموا منطقة المغرب الأقصى، وكانت الدولة السعدية في التوقيت ده بيحكمها واحد اسمه الغالب بالله. لكن بعد وفاة الغالب بالله السعدي تولى زمام الأمور ابنه محمد اللي أطلق على نفسه لقب المتوكل، لكن هو لا كان متوكل على الله ولا حاجة. الراجل ده كل حاجة عملها كانت بشعة، كان سفاك للدماء لدرجة انه قتل 2 من اخواته والسجن الثالث، كل ده علشان يحافظ على عرشه وعلى ملكه. كان عنده استعداد انه يعمل اي شيء واي حاجة من اجل الحفاظ على ملكه، ممكن يبيع دينه، ممكن يبيع عرضه، ممكن يبيع اهله وناسه ويقتلهم كلهم. مش كده وبس، ده كان عنده استعداد انه يستعين بالصليبيين. انت متخيل؟ كان راجل في منتهى البشاعة. وكان المتوكل على الله عنده عم أكبر منه سنا والمفروض كانت تقول إليه زمام الأمور ويحكم الدولة السعدية في المغرب الأقصى، اسمه المعتصم أو عبد الملك المعتصم. وكان عنده عم تاني أخو المعتصم اسمه أحمد المنصور. الاتنين دول خافوا على حياتهم من كتر بطش المتوكل على الله اللي كان بيعمله في كل أفراد العائلة لمجرد فقط انه يحكم الدولة. فلجأ المعتصم عبد الملك واخوه احمد المنصور شرقا الى الجزائر يطلب النجدة والمساعدة من العثمانيين اللي كانوا موجودين في الجزائر، لان الدولة العثمانية كانت في الوقت ده هي دار الخلافة، فكان الشعب الجزائري شأنه شأن كل الشعوب المسلمة والعربية اللي كانت تحت لواء الدولة العثمانية بتعتبرها انها دار الخلافة وبتدين بالولاء للسلطان العثماني على اعتبار انه خليفة المسلمين. خلي بالك وركز معايا، من اللي بيطلب النجدة والمساعدة من العثمانيين ده؟ عبد الملك السعدي اللي هو اصلا المفروض يكون بيحكم الدولة السعدية بدل المتوكل على الله. عشان بس الناس اللي بتقول انتوا ليه بتطلبوا النجدة من العثمانيين وازاي ناس تطلب المساعدة من الدولة العثمانية؟ طب ما هو طبعا المتوكل على الله لما عرف تخيل عمل ايه. واحد قتل 2 من اخواته والسجن الثالث وكان عنده استعداد يعمل اي شيء، تخيل كده معايا الراجل ده هيعمل ايه علشان يحافظ على عرشه وعلى ملكه. اول حاجة هو هرب من مدينة فاس وانتقل لمنطقة السوس، وبعد كده انتقل شمالا الى مدينة سبتة، وتوجه غربا الى مدينة طنجة. وهو في طنجة بعت رسالة الى ملك البرتغال سبستيان بيطلب منه النجدة. انت متخيل؟ انت متخيل يعني ناس بتطلب النجدة من العثمانيين وناس بتطلب النجدة من الصليبيين؟ يعني حتى لو اعتبرنا يا اخي ان العثمانيين دول احتلال، هنعتبر يعني مجازا كده ان هم احتلال، على الاقل دول مسلمين، انما انت علشان تحافظ على ملكك وتحافظ على عرشك مستعد تبيع بلدك واهلك وناسك وتستعين بالصليبيين. طبعا الملك الصليبي البرتغالي سبستيان اول لما سمع الخبر وجات له الرساله لما صدق طبعا، لانه كان طمعان في سواحل شمال افريقيا، وطبعا كان بالنسبه له يوم المنى. وبالفعل بعت له رسالة ورد عليه وقال له انه موافق انه يساعد المتوكل وانه هيرجعه لعرشه، طبعا المقابل انه هيحتل بعض المدن اللي في المغرب الاقصى. وبعت رسالة لخاله الملك فيليب ملك اسبانيا علشان يطلب منه المدد وامده ب20,000 مقاتل. مش كده وبس، ده كمان المانيا اشتركت ب3,000 مقاتل وايطاليا اشتركت ب3,000 مقاتل زيهم، والبابا ما كانش ينفع انه يضيع الفرصة دي من ايديه، لازم يكون ليه موضع قدم في بلاد المسلمين، امده ب4,000 مقاتل. واصلا جيش سبيستيان البرتغالي كان 12,000 مقاتل، يعني حوالي 28 او 30,000 مقاتل. انت متخيل كلهم بيتحدوا علشان هدف واحد انهم
يكون ليهم موضع قدم في أراضي المسلمين. ومين اللي اداهم الفرصة؟ ده واحد مسلم المتوكل على الله السعدي، الخاين اللي عرض بلده وشعبه وأرضه وأهله وناسه للاحتلال الصليبي، كل ده علشان يحافظ على عرشه. اشترى ملكه واشترى الكرسي بالرخيص، باع الدين وباع العرض وباع الغالي والنفيس بالرخيص. وعلى الفور استجاب السلطان سليم الثاني السلطان العثماني وأرسل كتيبة مكونة من 5000 جندي. ال5000 دول كانوا أتراك عثمانيين وكانوا جزائريين، الاثنين اشتركوا في كتيبة واحدة، الكتيبة العثمانية الجزائرية، ومعاها مدافع ثقيلة هتكون ليها دور فعال جدا وهتغير من مجريات الأحداث. وبمجرد وصول الجيش العثماني إلى الحدود بين الجزائر والمغرب الأقصى، تولى قيادة الجيش ده، لك أن تتخيل مين اللي هتولى قيادة الجيش؟ المعتصم عبد الملك السعدي. وده أكبر دليل إن العثمانيين ما كانش عندهم النية أصلاً لا في دخول المغرب الأقصى ولا في احتلالها. الناس دي ما كانتش عايزة تحتل، لأنهم لو كانوا عايزين يحتلوا المنطقة دي كانوا جعلوا القيادة ليهم لواحد عثماني. طبعاً في الوقت ده ما كانش لسه سبستيان البرتغالي ولا فيليب ملك أسبانيا ولا حتى البابا إنهم يقدروا يجهزوا جيوشهم بالسرعة دي. فهنا لقى نفسه لوحده المتوكل على الله، وما قدرش انه يتصدى للعثمانيين بقيادة المعتصم السعدي. واستطاع المعتصم عبد الملك السعدي انه ينتصر على المتوكل على الله ويدخل مدينة فاس. دخل مدينة فاس بمساعدة العثمانيين والمدافع العثمانية، وكان معاهم القوات الجزائرية. لما قدر المعتصم عبد الملك ومعاه العثمانيين والجزائريين انهم يدخلوا مدينة فاس، توجهوا نحو مدينة مراكش ودخلوها أيضا. كل ده وبينهزم أنصار المتوكل على الله وبيهرب من مدينة لمدينة، ثم توجه إلى مدينة طنجة. وهو في طنجة بعت الرسالة لملك البرتغال بيقول له يلا بقى انت فين؟ انت مش هتيجي تنقذني ولا ايه؟ يعني التحالف الصليبي السبب فيه كان المتوكل على الله السعدي. وهقول لك جملة في منتهى الخطورة، انت عارف ان ملك البرتغال سبستيان وهو بيخاطب خاله الملك فيليب بملك اسبانيا كان بيقول له ايه علشان يقنعه انه يساعده في الحملة الصليبية دي؟ انت مش هتصدق ولا هتتخيل. بيقول له انت لازم تساعدني حتى لا يدخل العثمانيين سبتة وطنجة. اشمعنى سبتة وطنجة؟ سبتة تحديدا هي اللي كانت بيطلع منها كل الجيوش الاسلامية، يعني طارق بن زياد لما دخل الاندلس اتحرك من سبتة، المرابطين والموحدين لما عبروا المضيق الى الاندلس كانوا برضو بيتحركوا من سبتة. فمدينة سبتة بالنسبة لهم مدينة مهمة جدا ومكان استراتيجي. فبيقول له يلا جهز نفسك وجهز حالك وتعالى ساعدني قبل العثمانيين ما يدخلوا سبتة. يا ريت العثمانيين كانوا دخلوا سبتة، ما كناش يعني هنلاقي الاحتلال الاسباني لسبتة وبلدها حتى يومنا هذا.